مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا النهارده. زي ما قلت لكم في الفقره الثانيه هتكون معانا كاتبه وروائيه قدرت ان هي تعمل قبل كده روايه وقدرت كمان ان هي تدخل المعرض 2020 بتتكلم كمان عن روايه جديده. معانا النهارده نورهان محمود كاتبه وروائيه وكمان معانا مامتها مدام صديقه عباس. مساء الفل. مساء النور. كل سنه وحضراتكم بخير. حضرتك النهارده عايزه اقول لحضرتك ان انا كنت قصده انك تكوني موجوده. طبعا نورهان طلبت الاول علشان خاطر ان اكيد هي ما عملتش الحاجات دي لوحدها, في حد دايما كان بيساعدها وبيسندها. صح. لسه سعيده اللي شفنا حضرتك. تسلمي يا رب. نورهان قولي لي ازاي جات لك فكره انك تدخلي معرض الكتاب؟ دي خطوه جريئه جدا وانت شكلك لسه صغيره. هي بصراحه يعني عشان مش هكون كذابه, هي ما جاتليش انا. انا من البدايه لما كنت بالف هي كانت موهبه وبس. فابن خالي اللي هو خطيبي دلوقتي لما قري اول روايه ليا عجبته قوي وانا كنت بكتب من باب الموهبه, فقال لي لا بصي بقى لازم نوصلها. طب ازاي؟ انا ما اعرفش حد, ماليش معارف خالص في المجال ده وانا مش شرقيه ومكان بعيد وكده. قال لي لا احنا هنوصلها, يعني هنوصلها. طب نعمل ايه؟ جبنا عناوين دور نشر كتير. بس يعني مش منهم, ما كنتش انا لسه بقى ايه في المجال دوت وما كنتش عارف ايه دور النشر المهم. كان في منهم كتير قوي فيك, مش مظبوطه يعني. فتقريبا بعت كده صحيح 5 دور نشر. فجاه بعد حوالي مثلا 6 شهور بعد ما نسيت الموضوع اصلا, لقيت ايميل مبعوت لي عقد فجاه كده. كنت شغاله حتى عند حد يعني, وبعدين اول ما شفت كده اتفاجئت, ما كنتش عارفه ايه ده. وبعدين قريت العقد, لقيت دار روافد للنشر والتوزيع بعت لي العقد وبتقول لي ان هم معجبين بالروايه بتاعتي وقرروا ان هم ايه يطبعوها في الدار بتاعتهم. حلو جدا. حلو جدا. الخبر ده خلاني بصي انا تبلت يعني. كنت في 2019 ولا كنت؟ لا ده انا كنت في يعني الروايه مطبوعه بقى لها سنتين. انا دخلت معرض الكتاب في 2016 بقرارة الرحيل. وبعدين فجأة أستاذة هناء نور كلمتني بعد ما الرواية, طبعا الرواية فضلت سنة تاخد طباعة ونشر ومش عارف ايه سنة, وكانت جاهزة قبل المعرض. وبعدين أستاذة هناء نور لقيتها فجأة بتكلمني مديرة النشر بدار روافد بتقول لي نورهان الرواية بتاعتك اترشحت لجائزة نجيب محفوظ في الأدب. ما شاء الله, دي خطوة حلوة جدا. أنا بحسبها بصراحة يعني ما كنتش مصدقة. ازاي يعني مش مصدقه الكلام ده؟ طب ما تقولي لي يا نورهان مجمل الروايه كانت ايه او كانت بتتكلم عن ايه؟ هي الروايه هي بتتكلم عن البطل شريف. دوت هو بيعاني من اضطراب في الشخصيه نتيجه الغربه وتشتت ما بين بلدين اللي هما لندن ومصر. هو باباه خطفه من صغره ماشي, يعني بابا كان انفصل عن والدته وخطفه وسافر بيه لندن. فضل 25 سنه في الغربه لحد ما قرر ان هو يرجع بعد وفاه باباه. رجع عشان يدور على امه. لما رجع عشان يدور على امه اكتشف ان كل الحاجات اللي بابا حكاها غلط. مش عشان بابا كان راجل مش كويس, بس عشان خاطر الصوره يعني ايه كانت مش واضحه بالنسبه لوالده ذات نفسها. وبعد كده كان ليه صاحبه, بعد كده عرف ان ليه اخت هيحصل جريمه قتل. يعني في اخته دي هتتقتل, هيكون عايز يعرف مين اللي قتلها. بعد كده يخش في قصه حب غريبه كده غامضه خالص. هتشك في كل ابطال الروايه ان هم دول اللي ارتكبوا الجريمه. هتقولي لا ده لا ده في اخص هيطلع شخص ما تتوقعوش نهائيا. طبعا غير كده بقى الروايه فيها جانب رومانسي كبير, يعني هي اصلا في قصه حب كذا قصه حب في الروايه. فبتحكي برضو بتلمس كل الجوانب, يعني بتلمس الشباب لان في مرحله شبابيه في بتلمس الصغار, في برضو مرحله طفوله بتلمس الناس الكبيره لان برضو في قصه حب للناس الكبيره. هي مش عايزه احرقها لان هي لسه موجوده في المعرض. دي اللي هي شبيهاتي أنثى؟ لا دي القديمة. قررت الرحيل اللي هي دي. هي قررت الرحيل القديمة ولا الجديدة؟ لا قررت الرحيل القديمة. شبيهاتي أنثى دي, شبيهاتي أنثى دي بقى اللي لسه إن شاء الله دلوقتي. أنا الأستاذة سعاد كانت لسه بعتالي بتقول إن هي في المطبعة هتجهز على معرض الكتاب. بس المهم بقى إن قررت الرحيل شاركت بقى في معرض دولي. ما شاء الله حلو جدا. راحت بقى الامارات, راحت المغرب, راحت البصره, راحت عمان, مسقط, راحت السعوديه, راحت اماكن كتير جدا. طب حلو جدا. فانا يعني دي فرصه ان انا اشكر دار روافد بصراحه ان هي عرفت الناس دي. سعادتك ان هي توصل لكذا حاجه. طب قولي لي ما بتفكريش او هما ما بيفكروش يعملوا لها اللي هي باللغه الانجليزيه مثلا تكون موجوده في كذا حاجه برضو؟ انا بصراحه يعني انا كنوره فكرت في حاجه زي كده. هتفرق معاكي يعني جميل. انا فكر بس الدار ذات نفسها لسه مش عايزه تاخد الخطوه دي دلوقتي. لان انا واخده عقد احتكار مع روافد لمده 5 سنين بقرارة الرحيل. يعني انا ما اقدرش ان انا اغير في اي شيء. حتى البي دي اف لسه الروايه ما نزلتش بي دي اف. الروايه لسه بتتعامل انها روايه جديده رغم مرور سنتين على طباعتها ونشرها. لسه بتتعامل على اساس انها روايه جديده عشان اكيد هم حاطين لها تارجت معين. بالظبط كده. وخصوصا ان هم يعني هي الروايات بتبقى مراحل. يعني هم دلوقتي مش طالبين اكتر من ان هي بس تتعرف
باللغه العربيه تتعرف بشكل مجمل عند الناس في مصر هنا، خصوصا ان دي اول حاجه ليا. يعني دايما الكاتب في اول حاجه ليه بيبقى ايه، مش بيبقى متامل قوي ان هو يبقى حاجه كبيره او ان هو يشوف حاجه يبقى حاجه عظيمه، بس انا بس محتاجه حد بس ياخد باله مني. بس الحمد لله يعني كانت النتيجه كويسه جدا. طب حلو جدا. طب قولي لي، الروايه خدت طريق ان هي ممتعه وحاجه مسليه ان الناس تقراها، ولا خدت طريق ان انا هطلع منها بمعلومه وهفضل ماشي عليها ودايما هكون فاكر ان اللي قالت كده مثلا الكاتبه نورهان محمود؟ هي الروايه فيها حاجه بتمس كل حد، بس مش كل حاجة في الرواية بتمس الناس كلها. يعني ايه؟ هتلاقي فيها حاجة بس بتمسك وحاجة تمس غيرك. البطل راجل وانا بنت، لما كنت بكتب الرواية كانت صعبة، يعني مش زي شبهاتي انثى، شبهاتي انثى البطلة بنت. فالرواية دي بتمثل ناس كتير قوي، ويعني في اللي هو الاحساس بالجدر، بعدم الامان، هتعلم الناس ان هم ما يثقوش حتى في اقرب الناس ليهم بشكل اعمى، لا بيبقى في حدود، بيبقى في تخلي بالك، لان هو بطل الرواية. يعني كل اللي قرا الروايه قال ايه ده، يعني انا كل اللي قرا الروايه انصدم من النهايه وقال هو البطل ده يعني طيب جدا. فنتيجه الطيبه الفظيعه ديت يعني حصلت له حاجات هو ما كانش يتخيلها حتى القارئ ذات نفسه. يعني انا الناس اللي حواليا واللي قروا الروايه بيبعتوا لي بيقولوا لي احنا مش ما كناش متوقعين النهايه دي، هي مش حزينه ولكنها نهايه يعني حلوه بس ناقصه، يعني او مجهوله، ما كانوش متوقعين ان هي تتختم بالطريقه دي. لا بتسيبي فيها اثر، يعني هي النهايه كويسه. يعني ما فيش حاجه، مش يعني مش هتزعلي، بس هيبقى في حاجه كده ايه، يعني زي ما يكون يدخل العلاقه مثلا ويطلع منها ويعرف ان هو الحمد لله كان خير ليه، بس جواها حاجه مجروحه كده. فنفس النظام الروايه دي بتتكلم على كده، حتى الغلاف برضو بيعبر عنها، بس الغلاف كان صعب. بس تمسكيها كده علشان نشوفها. ايه هي اللي هي قررت الرحيل. قررت انا عايزه اعرف بقى، الغلاف دايما بيقولوا ان انتوا بتفضلوا سنين او بتفضلوا شهور قوي تختاروا الغلاف قبل ما الكتابه اللي فيه، بيكون اصعب. ما هي المشكله ان هو الحاجه دي هتظهر ازاي؟ ما هي بقى المشكله انه في حاجه من الاثنين، يا اما انت بتختاري الغلاف من نفسك، لا اما دورنا ويجيب لنا انت الغلاف تحس عليه، وانا طبعا مش رسامه ومش مصممه، فده حاجه بتبقى بالنسبه لي صعبه جدا. يا اما بقى دار النشر هي اللي فدار النشر بتديلك كذا غلاف، فانت بقى تقعدي بقى ايه تقولي طب انا اخد ايه وما اخدش ايه. صح. فالواحد بيقعد يقرا الروايه كذا مره عشان يشوف حاجه تليق عليها. كان مع الغلاف ده كذا، يجي سبعه كمان، حوالي سبعه. فانا ده لفتني عشان خاطر قررت الرحيل، فهو قاعد هو رجلي جوه ورجلي بره. هو فعلا كان في اضطراب جواه، يعني هو طول الروايه بيقول قررت الرحيل، يعني هو قرر الرحيل من لندن لمصر مره، وبعد كده جه قرر الرحيل تاني من مصر لندن وما خدش القرار كامل. وبعد كده قرر ان هو يستقر، وبعد كده قرر الرحيل ورحل فعلا في النهايه. ودي كانت اخر الخطوه في فهي رجلي ماشيه ورجلي واقفه، هو مش محتار، مش عارف يعمل ايه. وقعدته ان هو ملوش ملامح معينه، ولانه هو فعلا حاسس نفسه طول الروايه ان هو مجهول الهويه، حاسس نفسه ان هو ملوش شخصيه، حاسس ان هو كل حاجه اتفرضت عليه في حياته. بابا خده ودخله كليه الطب غصب عنه، قال له هو انت دكتور زي ما انا دكتور، وتخش قسم جراحه زي ما انا جراح، واختار له الكارير بتاعه والحياه المهنيه بتاعته. دي نفس النظام. فعجبني اللي هو نصه ابيض نصه اسود، يعني في حاجات كتير في الغلاف عجبتني، مش كل الناس عجبها الغلاف. طيب قولي لي بقى، عرفتي من امتى ان انت بتكتبي روايات، وقررتي امتى برضو ان انت خلاص هتكتبي وهتظهر للناس؟ وانا بص اقول لك على حاجه، انا من صغري بكتب. ماما بتتكلم الموضوع دوت لمسها قوي، عشان هي كانت كل شويه تخش عليا كانت بتهاجمني في الموضوع ده. يعني كانت تقول لي وهي صغيره، كانت تقول لي، كنت انا سايبه، يعني انا من طبيعتي مش بذاكر كتير، بس اذاكر حاجه بسيطه. فانا كنت دايما شغل نفسي بالقرايه، كتابه الروايات، كتابه الاشعار، الحاجات دي. فانا ابتديت اكتب من وانا في رابعه ابتدائي مثلا. ما شاء الله، يعني موهبه موجوده من زمان. يعني اكيد دلوقتي تطورت، ان انت لازم لما تكوني كاتبه كتاب مش بيحتاج بعدك مراجعه كتير. بالظبط، بس ما كنتش بكمل، يعني ما كنتش بكمل الحاجه. كنت اكتب اشعار كده بسيطه، اكتب مواضيع كانت ايام زمان البنات في الفصل معانا مثلا يتملوا مواضيع التعبير من الانترنت، يخلي حد كبير يساعدهم. انا عمري بابايا بقى اللي كان يسمعني، يا بابا بقى كان بياخد باله يقول انت اللي كاتبه الكلام ده، اقول له يقول لي لا استني تعالي وانا هقعد لك. كان يفضل يقعد لي كده ويسمعني، ما كانش يصدق ان انا اللي كاتبه الكلام ده. فشويه شويه بقى كده، اول مره خدت خطوه كتابه روايه فعلا كنت في الثانويه العامه. بدات اكتب كذا روايه، تمام. ومهم ان انا شتت انتباهي، دي اوحش حاجه. اللي انت في كذا مكان مش في مكان واحد. قررت الرحيل بقى كتبتها وانا في ثانيه كليه وخلصتها وركنتها.
ما كانش في دماغك. طبعا احنا بنشكر خطيبك ده يعني حاجه كبيره قوي ان هو خلاص فكر لك ان هي تروح كده بسببها انت موجوده معانا النهارده وبسببها هتكوني موجوده في معرض الكتاب 2020. عايزه اقول لك ان انا اول ما ادخل هكون على الصاله اللي انت فيها على طول. لازم تعرفينا لازم اشوف بقى الكتاب بيتكلم عن ايه السنه دي وايه الحاجه الجديده اللي بتقدميها. هو انت بقى هتلاقي لي كتابين ان شاء الله. طيب حلو قوي. كتاب في دار كتبنا كتاب هتلاقيه في دار كتبنا اللي هو شبيهتي انثى الجديد بقى اللي هو طباعه 2020 وقررت الرحيل اللي هي لسه لها 3 سنين برضو في معرض الكتاب تاني في روافد. طب حلو قوي. هي دار النشر اختلفت طبعا في الكتاب التاني صح؟ اختلفت برضو. عرضتي عليهم الكتاب وهم ردوا عليك ان هي معانا او لا؟ انا بصراحه هقول لك على حاجه. دار كتبنا دار الشبابيه يعني مش دار قديمه مش زي روافد مثلا مش زي عصير الكتب مش زي الشروق دار جديده. بس بصي يعني هم فيهم حاجه كده حلوه تحس ان هم عايزين يكبروا ويكبروكي. صح. يعني انت عارفه الحماس قوي اللي هو نكبر سوا. وهي اصلا دار يعني كبيره برضو وليهم صفحه كبيره على الفيسبوك وكده. بس في نضج في يعني في تفكير شبابي شويه في مرونه. كمان في دعايه كويسه قوي على الانترنت. يعني بحس ان الدور القديمه مش بتهتم قوي بالنت بالانترنت قوي. مش بتعتمد قوي على النشر الالكتروني. دايما بيعتمدوا على النشر الورقي. لان يعني الكتاب قوي اللي ليهم في القرايه بلاحظ كده قصدي القراء اللي ليهم في القرايه قوي بيحبوا يقروا ورقي. انا واحده من الناس ما احبش اقرا الكتروني ابدا. انا كمان نفس الحاجه دي ما بحبش الكتروني بحب الورقي اكتر. يعني ما بحسش بالاستمتاع لازم اشم ريحه الكتاب. صح. لكن انا قلت بقى اجرب حاجه جديده. هو بصراحه يعني دار روافد برده كانت مرحبه بيا تاني وما بعتش ناس كتير. بصي انا لما قريت انا من طبعي ان انا مش بحير نفسي. يعني لما مش بحط نفسي ما بين اختيارات لما بلاقي حاجه حلوه بختارها وخلاص ما عادش ابص بقى على الحاجات التانيه. فعجبني العقد وعجبني البنود والاستاذ احمد قعد معايا واتفقنا وكانوا ناس محترمه جدا ومضينا العقد وقلت نجرب القديم ونجرب الجديد. حلو جدا. وهتعرفي بقى الفرق بين الاثنين. طيب انا في معلومه كمان عرفتها ان هو لازم علشان تدخلي معرض الكتاب مره تانية لازم يكون كتابك اللي كنت نزلتيه قبل كده لازم يكون على الاقل جاب 50% من النسبه اللي حطوها الدار بتاعته. هو الكلام ده صحيح؟ هو الكلام دوت انا ما اسمعش عنه بس اعتقد ان هو لازم يكون صحيح لان هم مش هيتاجروا في الخساره. صح. لان هو ده اصلا من شروط اللي هو الاشتراك في المعرض وده تبع الانتاج. بس انا ماليش في الكلام ده خالص. بس هم اللي اعرفوا ان هم ما بيتاجروش في الخساره. يعني هم ما يطبعوش وخصوصا النسخ. انا مثلا دايما بروح ايام معرض الكتاب اشوف اتابع روايتي ايه الاخبار كده الاقي مثلا كان في طابور قررت الرحيل وخلص بعرف ان المبيعات ايه كويسه. فهم يطبعوا تاني. يعني هم بيعملوا طبع يعني مش بيطبعوا كميه كبيره لا بيطبعوا على القد. فالطباعه على طول الطباعه على طول عندهم شغاله. وكويس قوي كمان انك بتكوني موجوده هناك بتدي للناس اكتر ان هي دي اللي كاتبه موجوده معاكوا طبعا. أيوة. غير التوقعات اللي بتكون موجوده. ايوه طبعا. طب قولي لي كمان عندك حد في البيت عنده نفس الموهبه ولا هو انت بس بالنسبه للروايات؟ انا بس مامتي بتالف ان شاء الله. ايوه ماما اصلا بتالف باشعار وكده. وماما اصلا يعني مش كملت تعليمها. يعني اصلا كمان يعني هي تعليمها بسيط ورغم كده ما شاء الله يعني بتكتبي بتكتب حاجات. يعني هي حضرتك بقى تقولي ان هي موهبه اكتر ما بتكونش يشترط ان هو لازم تكون متعلمه ومكمله كذا علشان تكتب اشعار او تكتب روايات. لا ده دي حاجات الواحد بحس بيها. ويعني ساعات كنت بقوم من بالليل ساعات ما تيجي كلمتين في مخي اروح قايمه والله وانا نعسان وتروح كاتبه عنوان بس وبكره ابني عليه اللي انا عايزاه. طيب حلو قوي. يعني اكيد حضرتك كان ليكي دور بقى في انك تساعديها ان هي تكبر الموضوع ده. طبعا. طب قولي لي كنت بتتعاملي معاها ازاي؟ هي بتقول لك انا خلاص عايزه اعمل روايه وبكتب كذا كذا. انا يعني انا اولا ما كنتش مصدقه انها توصل كده. ما شاء الله. فهي ايام وهي لسه بتتعلم لسه صغيره كان يعني في مفهومي انا كان نفسي تاخد بالها من دراستها. ده مش كنت اقول لها انت هتمتحني في ده هو ده مش عارفه ايه نفس الكلمه الشهيره اللي امهاتنا كلها بتقولها. هو انت لا كنت انا كنت بنايمه في الاوضه الثانيه وبفتح الراديو تحت راسي كده على طول شغال ان شاء الله. ففي مره سمعت مذيعه بتكلمها يا استاذه نورهان وهي فين في ثانيه اعدادي. احنا عجبنا اسلوبك وانت بقيتي صديقه للبرنامج وانت الله قمت مفزوعه من على السرير وانت اقفلي واحنا هنتصل بيكي احنا. رحت قايمه لقيتها ايه قاعده وبتكلم اذاعه الشباب والرياضه ما شاء الله.
نورة انت بتكلمي مني يا حبيبتي؟ انا سمعت صوتك في الراديو. قالت لي ما فيش يا ماما، ده انا كنت بذاكر بكلم اذاعه الشباب والرياضه. خافت بقى. لا ما انا كنت كده بصراحه. كنت بخاف ان هي كمان بابا كان على طول مش موجود. بابا عقيد في القوات المسلحه وانا اللي كنت ملازماهم على طول. فدرجه وحشه يبقى ماما. فاخواتها تلات بنات قبلها وولد قبلها، وهي دي اللي طالعه كده. سيب الكتب يعني يا ماما انا امسك الكتاب وما بص ابص فيه وخلاص وما ذاكرش؟ لازم عشان ارضيكي. ابص الاقيها تحت المخدات كاتبه اغاني. كاتبه ايه يا بنتي اللي انت عاملاها دي؟ فيعني بس باباها كان بيشجعها. بابا كان بيشجعني بصراحه. كان بيشجعها وكان معجب بيها. المفروض تشجعني اكتر. اصلها ايام دراستها دراسه وهي لسه طفله. كان نفسها اخش طب قوي يعني. كنت داخله ادبي. قولي لي صحيح دراستك ايه؟ لا انا دخلت ادبي من اولها كده من ثانيه ثانوي. فضلت زعلانه مني شهرين. يعني ايه ده انت ذكيه وبتاع. انا واخده بكالوريوس تربيه. كليه التربيه قسم جغرافي. طيب يعني مالهاش علاقه بالكتاب خالص؟ لا 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 تنسيق. لان الناس كلها بتكون فاكره ان اللي بيالف كتاب او اللي عامل كتاب دايما بيكون متخصص كليه اداب بقى. هي من صغرها كانت طفله غير عاديه بصراحه. يعني مثلا في يوم كده وهي كده كانت لسه ما دخلتش المدرسه. انا ما شفتهاش. انا شفتها المدرسه قدام بيتنا على طول. شفتها طالعه من المدرسه وشايله الشنطه على ظهرها شنطه اختها وطالعه من المدرسه. اللي قال للمدرس المدرسين مدير المدرس الاستاذ محمد موسى الله يرحمه هو اللي قال لي. قال لي بنتك دخلت علينا في اوضه الناظر المدير المدرسه يعني. طبعا اوضه المدير دي بيبقى فيها اتجمعوا فيها كل المدرسين. راحت داخله قام المدير بيقول لها انت رايحه فين يا بنتي؟ ما هي صغيره. قالت له ينفع يا استاذ واحده صغيره زي كده تروحي المدرسه؟ انا كنت هموت واروح المدرسه والله. يمكن اقول لك كلهم بسوها. اصل المدير ده كان شديد قوي. كان استاذ نعيم الله يرحمه. بصي كان الناس كلها بتخاف منه قوي. فانا كنت متاخره سنه على المدرسه. وانا بقى بحب بقى القرايه وكنت اروح المكتبه من صغري وانا لسه ما بعرفش اقرا. كانت المكتبه عندنا بتفتح في الاجازه عشان خاطر القراء وكده. فاروح اقعد اتفرج كده افتح الكتاب اقول انا نفسي اشوف اعرف ايه اللي مكتوب هنا ده. يعني انا من صغري كده اقول عايزه اعرف. فلما قالوا لي انت متاخره سنه على المدرسه عشان انا مواليد 21 اكتوبر فزعلت قوي بقى. فقلت لاخواتي روحوا. لا احنا خايفين ده استاذ نعيم ده شديد جدا. طب روحي انت. لا انا ماليش دعوه ده استاذ نعيم وبتاع. قمت واخده الشنطه على كتفي ورحت. اتصرف ازاي يعني؟ الاولاد بيخافوا يخشوا المدرسه حتى في سن المدرسه. هي ما كانتش سن المدرسه. وبعدين ماما بتخاف عليه وراح تدخل ما تجذفش اسافر. يعني اروح القاهره كانت بتخاف من الحته دي. بابا لا بابا طول العكس. بابا طول عمره مدلس ثقه. دايما الاب بيكون عنده هو شاف فروح فعنده ثقه اكتر ان هو لقى الدنيا بره. هو ويا نورهان اكتر بصراحه. ويا نورهان اكتر. ليه؟ هو قال لي يعني حتى يمكن دلوقتي يقول لي ما تخافيش عليها نوره دي ب 100 راجل. انا لو مش عارف ان هي جامده وجريئه مش هقول لها روحي ولا تعالي. ما تحسسهاش بالضعف. ما تضعفيش عشان ما تحسسهاش بالضعف. طبعا هتخوفي فيها هتفضل قويه طول ما هي مسافره دايما. خليكي وراها يعني بقى دايما يقول لك كده. طيب قولي لي بقى عندك مواهب ثانيه ولا الكتابه وتاليف هو انا عندي يعني الكتابه بانواعها. بصي بقى لغه عربيه شعر شعر جنائي عامية. ألف أكتب خواطر روايات قصص قصيرة. حتى أنا كتبت أنا أفتكر أن أنا كتبت قصة عبارة عن هي 24 ساعة. يعني القصة تبتدي وتنتهي والأحداث كلها في 24 ساعة. دي بصي بقى دي أصعب قصة أنا ألفتها. يعني اسمها ليلة تحت طلوع القمر. ليلة تحت ضي البدر. دي كان مسابقة عصير الكتب عمليها. أنا ألفتها بس كانت أنا ما لحقتهاش لأن أنا لحقت المسابقة في آخر يوم. وألفتها في 3 أيام. بس ما لحقتش أدخل المسابقة بيها. فهي أنا عندي الكتابة وبالنسبة للقراية والكتب في بيتي ده شيء مقدس. طب قولي لي بقى ليه الاسمين بتوع الكتب اللي أنت عملتيها؟ الاسم الأولاني اشمعنى هو والاسم التاني اشمعنى هو؟ والله بصي هي أسماء الكتب بتاعتي ديت دايماً إيه الناس تقول لي إيه الأسماء الغريبة دي؟ هو الاسم طبعاً بيكون أنت اللي حطاه مرتبة من الأول ولكن ولا بتاخديه من أحداث القصة بتحطيه؟ لا لا أنا ما بجيبوش من الأول أبداً ولا في الآخر. يعني مثلاً أكون بكتب الرواية كده في النص فكري في اسم يعني لا بيجي على بالي فجأة. يعني أنا أفتكر إن شبيهتي أنثى ده
جه على بالي انا مدرسه، فكنت بدي حد درس فهو قاعد يحل واجب كده، وانا قلت ايوه هي شبه دي انثى لايقه قوي عليها. انا كنت اسميها كنت اسيره، بس افتكرت ان كان في روايه زمان اسمها كنت اسيرا، فقلت ما ينفعش ان انا اتشابه مع روايه لان اقل حاجه هيقولوا ان هي شبهها الناس اللي بتشوفها او بتقراها. كويس ان افتكرت ده، الروايه دي قديمه جدا يعني بقالها 15 سنه، فوانا كنت عيله صغيره ولمحت كده الاسم، كانت اختي مروه بتقراها فهي اللي لفتت نظري، قالت لي يا نوره كنت اسيره ديت في روايه كان اسمها كنت اسيرا، ففضلت فتره شبهاتي انثى دي عقبال ما الاقي لها اسم. فسبحان الله فجاه كده جه الاسم، لان هي اصلا بتعاني من اضطراب في الشخصيه البنت اللي هي في شبهاتي انثى، شكلها الخارجي مسترجله شويه، تصرفاتها برضو مش ولا بد، بس بتحاول ان هي في اجزاء منها كده الجانب الانثوي بيضغى شويه على عن الجانب التاني فيها القوي فيها، فهي صراع معين جواها اللي هيقرا الروايه هو اللي هيفهمها. فبالنسبه بقى لقرارة الرحيل، انا جبت الاسم لاني كرر كلمه كتير قرارة الرحيل. لا، ومن احداث القصه نفسها، وكمان زي الصوره ما هي يعني لو بره انا بشوف الروايه انا هقول قرارة الرحيل ده حد عايز يمشي، حد في حاجه فخلاص هيمشي منها، ولكن شبيهاتي انثى شويه مختلفه، شويه هي ليها علاقه بحاله الكاتبه نفسها ولا شويه هي ليها علاقه بالروايه نفسها؟ لا، هي هقول لك على حاجه، هي ليها علاقه بالروايه 100%، بس بالنسبه لقرارة الرحيل ما فيهاش اي حاجه مني خالص، يعني هي حياه ممكن تمس ناس بس مش انا، يعني مش حياتي، لان البطل راجل فما بي يعني ما فيش اي شبه مني، لكن شبهاتي انثى العكس، يعني شبيهاتي انثى فيها جوانب كده بسيطه، واحنا بنرجعها املائيا انا واحمد دكتور احمد خطيبي ده قال لي على فكره في حاجات كده منك، يعني ايوه انت يعني فاهمه، ايوه في حاجات كده بعض حاجات من شخصيتك حاطه يعني شوف انت كلك انوثه مسترجله ليه؟ بصت كده هو انت مسترجله؟ يمكن قصده كده بقى، بس يعني ما خدتهاش بالمعنى ده، هي بتعكس العين بعيد عنها، تاخد الشهره يقولوا عليها راجل ولا ايه؟ لا انا فعلا، لا انا فعلا ببقى ساعات مسترجله، دي حقيقه. يعني هو في جانب لازم تكون البنت فيه 100 راجل، ولكن الطبيعي اللي احنا شايفينه ست البنات ما شاء الله. الكلمه دي 100 راجل ما تخافيش عليه، طبعا لازم، صح لازم، لا لازم اخاف عليه. انت اصلا غصب عنك لما تيجي تألفي روايه وتحطي فيها البطله بنت، غصب عنك كده فاهمه، تحطي حاجه كده من شخصيتك فيها، صح. ايه بتتكسفي، هتخلي البطله تتكسف عشان بقى بتتخيلي ان البطل بيعمل لك كذا، فتحطي بقى الجانب اللي انت بتتخيليه دوت في الروايه، الجانب الانثوي. قولي لي بقى، شايفه كتابه الروايات وتوزيعها ده حاجه يعني بتكسب اصلا، حاجه مربحه خالص. ولا هوايه بس؟ بصي، هو في البدايه الواحد ما بيستناش عائد مادي ابدا، يعني مثلا انا بكتب روايه واثنين وثلاثه واربعه ما استناش ان انا بقى ايه يجي عائد مادي، بالعكس ده انا احاول ان انا ممكن ادفع كمان فلوس مقابل ان حاجتي، لان ما فيش دار نشر، صعب قوي ان دار نشر تجازف، تمام، وانت اول حاجه تكتبيها او تاني حاجه تكتبيها لسه ما شفتش نجاح ليكي او اي حاجه اتعملت قبل كده، انا اسمي مش معروف، مش مثلا زي الاسماء المعروفه دلوقتي لما يجي يقول لك ده مثلا عمرو عبد الحميد او احمد مراد عامل روايه، الناس بتروح تشتري روايه لاحمد مراد، مش بتروح تشتري الروايه اسمها كذا او بتتكلم عن كذا، اسم الكاتب، وانا مقتنعه تماما ان مفيش حد بيتشير من اول كتاب، صح. يعني لو كمان انا شايفه ان هو مش بالاسم قد ما هو بيكون بالمضمون نفسه، فبعد كده بيقدروا يدوروا على الاسم. هي عملت حاجه كويسه جدا، طريقتها كانت بسيطه، حطت نهايه كويسه، فانا هدور عليها تاني لان هي هتكون عامله حاجه. هو ده بقى اللي احنا مستنيينه، يعني ايه، انا مش مستعجله على موضوع الكتابه ده، حتى دايما اللي يقول لي انت بتاخدي ايه من الكتابه، اقول لهم اولا هي موهبه، مش مستنيه ان انا اخد حاجه، ثانيا انا مش مستعجله، يعني ايه، ممكن الف روايه واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لو روايه واحده بس اتعرفت وعجبت الناس حلو جدا، خلاص الناس بقى هتقول ايوه ده دي اسمها ايه الكاتبه دي، نورهان محمود، طيب نروح بقى ايه نشوف لها حاجه تانية. زي ما انا بعمل، انا بجيب كتب وروايه تعجبني قوي او كتاب يعجبني قوي، فاقول حلو مين اسم المؤلف، ابص على اسم المؤلف، اقوم بقى رايحه المتجر اقول انا عايزه كل الكتب بتاعت الشخص ده اشوف ايه، فانا مش مستعجله ومش عايزه غير روايه واحده بس تعرف، لان اكيد القارئ زي، لان انا برضو من جمهور المؤلفين وقارئه قبل ما اكون كاتبه اصلا. طب قولي لي بقى، مده النشر للكتاب اللي هو قررته الرحيل ده كانت قد ايه؟ لا ده كانت كتير، يعني حوالي سنه واكتر، يعني
يعني، بس هو ما طلع شغل مظبوط بصراحة. يعني هو فيما معناه ان برضه علشان خاطر الكاتب يوصل الكتاب ده يكون حلو قوي ويعجب الناس كده، هو خد فترة كتير قوي شغل عليه اه ان شغل هو يطلعه بالطريقة شغل دي. واختيارات وحيرة طبعا الأول، عقبال أصلا ما بيقرروا يتعاملوا معاكي ولا لأ، فانت بتفضلي مرهونة يعني، بيحط لك شرط يقول لك لو انت بعت لنا الرواية ما تبعتهاش لحد تاني، فانت بتبقي مضطرة تستني بال6 شهور صح. يا اه يا لأ، ولو ما بتبقى لأ بتبقى خيبة أمل كبيرة، لأن انت ضيعتي هتبدأي وقتك تاني من الأول وتاخدي بالظبط، وقت تاني. والسنة فيها كام شهر يعني، فيها كام 6 شهور، فهتضيع عليكي معرض الكتاب، فهتضيع عليكي سنة كاملة. صح. وانا اصلا شخصيه عجوله، مش بستحمل ومش بصبر وكده زي الناس، لا. فقررت رحيل قبل ما اتقبلت خلال 6 شهور، وبعدين بعد كده خدت لها مثلا كل خطوه، ما بين كل خطوه والتانيه 5 شهور، لحد مثلا فضلت تقريبا اكتر من سنه، سنتين يعني، قبل ما تراجعت املائيا، وبعد كده الغلاف، وبعد الغلاف التقطيع. قررت رحيل دي كانت 400 صفحه، انتجوها خلوها منتجوها خليهم 236 صفحة. إن شاء الله. اه يعني هي كانت 400 صفحة، انا كنت كاتبة شارحة بالتفصيل، شارحة الكراسي كانت عاملة ازاي، قالوا مش مهم بقى ده كله ايه، مش ليه لازمة. طب قولي لي، الرواية الجديدة بقى هتقدر تكون موجودة امتى وفين؟ ان شاء الله هي أكيد في معرض الكتاب، احنا اه قلنا هي اكيد للناس في موجودة في الأول، معرض امتى الكتاب. بقى بالظبط؟ ما هو انا لسه مكلمة استاذة سعاد دلوقتي، فهي قالت لي باذن الله يعني احنا في مرحلة الطباعة دلوقتي، فهي تاخد لها كام يوم في المطبعه بس، هم مش يعني مش هينشروها قوي بحيث انها تكون جديده يعني، اول عرض ليها في معرض الكتاب، فهتبقى موجوده في دار كتبنا للنشر والتوزيع برضو يوم 22 واحد، طبعا اول يوم في معرض اول يوم في الكتاب. المعرض هو طبعا الناس ما تعرفش، فاكره ان معرض الكتاب بيبدا في وقت معين وبيخلص بسرعه، بس هو الميعاد بتاعه اللي موجود اللي هو 22 يناير وهيخلص تقريبا 5 فبراير، فبراير. صح؟ وكمان المكان بتاعه متغير السنه دي. لا ما هو السنه اللي فاتت برضو اتغير، هو السنه اللي فاتت كان في التجمع الخامس، التجمع الخامس السنه دي بقى تقريبا في نفس برضو المكان، هيبقى في التجمع الخامس هم برضو. نقلوه من ارض المعارض خلاص. ولما بيبقى في اي تغيير من بدايه بشهر واحد بينبهوا الناس يعني، بيبتدوا يقولوا للناس المكان اتغير وكده. بس شبهاتي انثى بقى مختلفه في حاجه، ان احنا اللي دققناها لغويا، واحنا اللي صممنا الغلاف، انتوا مين بقى؟ سابولنا الحرية اللي هو يعني. انتي اللي كاتبه مثلا؟ انا خطيبي هو اللي دقق لغويا، هو شاطر قوي في اللغة العربية، ما شاء الله. هو اللي دقق لغويا ووديناها لهم، عجبتهم جدا يعني، اضافوا قالوا احنا هنرجع عليها برضو لان ده في وشهم، هم خيرونا احنا ندققها ولا انتوا، احنا قلنا احنا. ونفس نظام الغلاف برضو، اختي حاولت فيه شوية، وبعدين محمد ابن خالي اخو احمد هو اللي عمله، انا حتى كنت بعتها لحضرتك. انا شفته. غلاف شبيهتي انثى ده. فهي المساله ايه يعني، اي حد عايز يكتب قوي في مجال الكتابه اهم حاجه الصبر، لان هو بتحتاج وقت كبير قوي عقبال ما تنتجي ليكي ده كتاب. كفايه الوقت اللي انت قلتيه ان هو لما تبعتي للدور ده علشان تاخدي منها رد اصلا هتستني كمان فتره قدها، لو قالت لا ربما حاجه تانية. اهم حاجه ان الناس ما تيأسي يعني. اصلا حاجه جميله جدا ان انت قلتي لي بعد ما خلاص نسيتي الموضوع لقيتي ايميل بيقول لك كتابك معانا. انا ما كنتش متوقعه ان حد يقبلني اصلا يعني، انا بقى مش مؤمنه بموهبتي ولا حاجه، انا بقول انا انت رضيت. لسه بتحاولي عشان احمد اللي بعتهم قال لي تكتشفيها مالكيش يعني. دعوه، هو قال لي خلاص خليكي في حالك كده، مش انت مش مقتنعه بنفسك، انا شكل يعني كتاب مش لا يمكن يعني كده. فقام هو بقى اللي راح بعت الايميلات بصراحه، من وقال لي مالكيش دعوه انا هعمل كل حاجه، وحتى مسابقه نجيب محفوظ هو اللي راح قدم فيها. ما شاء الله. قلت له انا بقى انا يعني هفوز في مسابقه نجيب محفوظ؟ فانا لما جه قالوا لي انت مترشحه لجائزه نجيب محفوظ في الادب، انا ما كنتش مصدقه ابدا، لحد بقى ما دخلت على جوجل لقيت اسمي انا وال10 التانيين، ولقيت فعلا قلت يبقى فعلا خلاص. انا عايزه اقول لك ان دكتور احمد ما شاء الله سبورتر رهيب ليك، احنا عمالين نقول ما شاء الله طبعا، لان هو اللي عمل كل حاجه. الحمد لله ما شاء الله. قولي لي بقى، بتقدري تكتبي روايه ممكن تكتبيها في شهر كامل ولا ممكن تكتبيها في اقل؟ ده غير مرحله انتاجها وطباعتها والكلام ده كله، في الكتابه نفسها. لا الكتابه دي بقى ما هي مشكله، بتبقى على حسب المزاج الواحد يعني ايه. انا ممكن لو قعدت على الروايه يا اما حاجه من الاثنين، يا اما افضل سايبه الروايه مش عايزه اكتب فيها، شوفي عندي الفكره وعندي الكلام اللي هكتبه وكل حاجه، بس مش فاهمه مش عايزه مش ليا نفسي كده اكتب، يا اما امسك الورقه والقلم لحد ما ايدي تتعور. انا صابع ده يعني ما ببطلش، على طول لونه بني على طول متعور بسبب ان انا ماسكه القلم، يا اما كده يا اما كده. بس انا مثلا شبيهاتي انثى دي اكتر روايه انا يعني انا دلوقتي بكتب في روايه
جديده بس شبهتي انثى انا كنت كتبتها فتره قعدت عليها فعلا قعدت عليها جامد فكتبتها في شهر يعني شهر ده كتابه مش كتابه وبس لا كتابه ومراجعه وكتابه على الايه على الورد مش بتنام مش كانتش بتنام خالص كل ما اصحى تلاقيها صحفي ايه يا بنتي وعينها تحمر يعني بتقمص الشخصية يعني مثلا اقعد اتخيل بقى اقعد سرحانه كده اقول هي تبت ولا ايه طب قولي لي هي بتبقى مترتبه ولا انت بتكتبي الافكار كلها مره واحده بعد كده انت ترتبي براحتك لا مش بكتب حاجه خالص برتب الافكار في دماغي انا لو كتبت اي حاجه مش هتعجبني لان انا على طول بغير في التصرفات والافكار واحب اقول لك ان انا غيرت في الروايات دي كتير يعني مثلا لما انا كتبتها ورقي لما كنت اجي انقلها على الوورد او اعملها بي دي اف كنت اقعد اغير فيها كنت اغير فيها احداث حاسه ان في حاجات اقوى واحسن فهي الروايه الفكره العامه ببقى عارفاها يعني انا عارفه ان انا هكتب كذا عن كذا ولكن الافكار بقى بتيجي مع بعض لما ابتدي اكتب اكتب اول حاجات انا متخيلها ما بقاش بقى مخططه هكتب ايه بعد كده الاقي بقى الافكار جت الافكار جت زي ماما كده تقول لي كنت اكون نايمه واقوم صاحيه فجاه الشده اللي حف كده اقول ايوه ده انا الفكره دي حلوه قوي واقوم كاتباها على طول ومسجلاها بس مش بتعطلك عن حاجات تانية؟ لا خالص زي وراش حاجة مش ورايا حاجة يعني ايه؟ يعني هي فاتحة معلش محل برضو ميك اب هو ده اللي وراها ومشغلة فيها واحدة لا هو انا كنت كتبت قرارة الرحيل قبل ما اتخرج اصلا انا كنت في الكلية بس انا اصلا يعني كنت بذاكر قليل كعادتي واجيب مجموع حلو يعني اذاكر قليل اجيب درجات كويسة بس في وقت مثلا جمعة يوم جمعة وبعدين بعد فكتبت قرارة الرحيل ديت وانا في الكليه وبعدين كتبت شبهتي انثى كنت شغاله قبل ما افتح مشروع خاص بيا اشتغلت في اماكن كتير فكان صاحب الشغل دايما يخش يقول لي هو انت انا كل ما اجي الاقيكي بتقري في الروايه يا اما تقري في روايه يا اما تكتبي مستحيل كان يقعد يقول لي كده ما انا بقول لك علشان كده هي اكيد كانت واخده وقت كبير منك او ان هو كل حاجه لا اما بتكتبي لا اما بتقري علشان تضيفي معلومات جديده بس بصراحه ما كنتش يعني ايه باجي على حاجه يعني كنت واخداها ان هو وقت فراغي بدل ما اتفرج على التلفزيون ما بحبش التلفزيون او يعني بدل ما اتفرج على حاجه تضحك طب ما اقرا احسن طيب ما اكتب لي شويه ودايما الشخص اللي تلاقيه بيقرا كتير قوي يحب يكتب دايما اي حد تلاقيهم بيحبوا القرايه قوي كتير وكده يقول لك انا حاسه ان انا عايزه اكتب روايه عايزه اكتب قصه بس بتبقى عندهم مشكله واحده بس هم ازاي الحبكه بتاعه الروايه مش بيبقوا عارفين يحبكوها ليه اللي هم عايزين يكتبوا لانهم عندهم معلومات كتير وكلام كتير نفسهم فيه بس مش عارفين ينسقوا الحاجه على بعض ده بقى فرق ما بين اللي عنده هوايه وفرق ما بين اللي دارس طيب نوران عايزاكي تقولي لي دلوقتي لو في حد بيكتب روايه او بيكتب اي حاجه وبيشتغل عليها ان هي تكون موجوده ان هو يقدر يخليها تتنشر سواء بي دي اف او سواء في معرض الكتاب او يدخل بيها اي جايزه قولي لي ايه الخطوات اللي هو ممكن يعملها علشان يعمل الحاجه دي صح هو اهم حاجه الاول انا من وجهه نظري انا ينسق الروايه كويس جدا يعني ترتيب الاحداث تنسيقها مهم ينقلها وهو بينقلها على الوورد والبي دي اف في اخطاء مميته يعني الغلطات الاملائيه الغلطات النحويه هم بياخدوها في عين الاعتبار جدا هو اي نعم كده كده الروايه بعد كده بتصحح املائيا بس بتعكس بقى ثقافتك ككاتب صح. يعني من البدايه كده لو لقيتك اسلوبك ركيك مثلا لا وعلى ايه انت اصلا كده كده جديد فبلاش ما بيحبوش ان هم ايه يجازفوا فالصبر وبعدين بقى ايه ما يبخلش بمجهوده يعني زي ما انا عملت كده انا بخلت بمجهودي يعني انا بخلت بمجهودي في البدايه بس دلوقتي يعني اتعلمت الدرس لاني فعلا اتاكدت بقى ان انا خلاص يعني انت شايفه ان انت بخلت بمجهودك في الروايه الاولى بخلت جدا بمجهودي في قرارات الرحيل ده معنى كده ان هي في الروايه الاولى وما شاء الله وصلت للحاجه دي كده في الروايه الثانيه هتبقى حاجه ان شاء الله بقى ما هو انا احسن بكتير ما هو انا بقى باذن الله مش هفوت اي فرصه يعني الروايه الاولى قرارات الرحيل انا ما كنتش قوي مؤمنه بنفسي لان دايما الانسان مش بيشوف نفسه ان هو قد كده انا دايما بحب اشوف نفسي في عين الناس يعني لما واحدة واثنين وعشرة يقروها ويقولي تحفة وشخصيات ما تعرفنيش بس انت لازم انا عايزه اسال برضو سؤال مهم لازم في الاخر تكونوا حاطين اي حاجه للتواصل معاكم علشان انا دلوقتي شفت الروايه عايزه اعمل فيدباك بتاعي اعمله ازاي هل ان انا هفضل اعمل سيرش على انا كنت فاكره اللي هي ميرنا الهباوي انت اكيد عارفاها ميرنا الهباوي اكيد ميرنا كتبت كتاب اللي هو حل اسمها ايه مر مثل القهوه وحلو مثل الشوكولاته منا لما كتبته ما كانش كنا كل همنا ان احنا عمالين نعمل سيرش ما فيش اي حاجه مش هتلاقوه لانه لسه ما نزلش
الكتاب ده بيبقى لسه جديد، دار النشر مش بتسمح ان هي تنزل الكتب الجديده بي دي اف، عشان كده خساره كبيره ليها. انت كده احنا كده بنحرق الكتاب، من لما ننزله بي دي اف خلاص ده كده هيقراه وده هيقراه وده هيقراه، والكتاب كده الانتاج كده هيخسر جدا. لكن لازم تروحي تدفعي فلوس تشتري الكتاب لحد مثلا كام سنه، وبعد ما الكتاب ياخد صيته وبعد كده بقى ينزله ايه بي دي اف. طيب تمام. انا برضو في النقطه اللي انا لسه مش وصلت لها، ان هو في الاخر لازم يكون في مثلا اللي هو لينك بتاع البيج فيسبوك بتاعتك، اي حاجه ان هو توصل للناس ان هم يعملوا فيدباك في بقى ليها. مشكله عن الكتاب مش مهتمين قوي بالسوشيال ميديا، بالعكس دي يعني حاجه مهمه جدا. حاجه مهمه، حاجه مهمه قوي، والمفروض ان دي حاجه تبقى موجوده. بس يقولك ايه يعني بنظره اللي هو انا بيبقى نظرتهم عميقه اكتر، يعني مش بيفرق معاهم الحاجات دي قوي. ليه مثلا؟ هو يعني الناس لو عايزاني تيجي يروح معرض الكتاب، الناس لو عايزاني تسال عني دار النشر، هو يعني خلاص كده بيبقى في نظره سطحيه شويه للامور ديت، او بيبقوا تفكيرهم وتركيزهم في حاجات تانية كتير. فانا بلاحظ ان انا حتى برضو حاولت اعمل زي ما انت بتقولي كده. اما انا كنت عايزه اعرف بقى النقطه هنا، هل هي بتكون خاصه بدار النشر هم اللي بيرفضوا مثلا ويقول لك لا احنا دار هنحط النشر اللينك بتاع الدار وهم يتواصلوا معانا؟ ايوه، لا دار النشر اصلا بتمنع علينا، وفي بنود العقد ان ممنوع ان احنا نتصرف في اي حاجه، ملناش دعوه، احنا ككتاب بنكتب وبس، لا لينا دعوه بانتاج ولا لنا دعوه بتوزيع ولا لنا دعوه باي حاجه. في بقى ميزه في شبيهاتي انثى تبع دار كتبنا، ان هي في خدمه توصيل للبيت. يعني انت عايزه كتاب شبيهاتي انثى وانت من مثلا من مطروح، مرسى مطروح، وعمرك ما تعرفي تيجي معرض الكتاب القاهره او حاجه ولا معرض الاسكندريه، ولا عمرك تعرفي تروحي في حته، فتعملي ايه؟ تواصلي مع دار النشر تقول لهم لو سمحت انا عايزه الكتاب ده ايه ورقي ورقيا، يقول لك تمام، تقومي جايب لك المندوب لحد باب البيت بالنسخه. حلو جدا. فدي حاجه جميله جدا عجبتني في الدار الجديده دي. قاهره الرحيل ناس كتير جدا كانت عايزاها كتير، بس مش عارفين يوصلوا، لان معرض الكتاب في القاهره وفي الاسكندريه. وانت طبعا لو وفرتي نسخ ان هي تكون عندك وانت اللي تبداي تبيعيها، ده طبعا بيكون مخالف للعقد، فبالتالي مخالف. باخده قرار معاكي على طول. انا ليا نسخ هدايا. طب هو انت مش شايفه ان 5 سنين دي كتير؟ كتير بس كتير. طبعا انا كنت مضطره ابقى مشروط، يعني ده من شروط العقد بتاعهم، ان هما مش خيروكي اصلا باي مده تانية اقل. لا لا لا، ما فيش تخيير. هو العقد كانوا واضحين معايا من البدايه، استاذ اسلام قعد معايا قال لي مده العقد 5 سنين احتكار. يعني احتكار لي ليه؟ قال لي لا لكاره الرحيل. يعني بس كتبنا مش كده، انا ممكن في نفس الوقت وانا عارضه شبيهاتي انثى عندهم اوديها لاي دار نشر تانية، ما فيش احتكار. يمكن دي علشان شبابيه اكتر، فعايزين بيدعموكي ان انت توصلي لكذا حد بالظبط. احسن. انت لو عملتي دي حاجه حلوه في وشنا. روافد مش محتاجه الدعم ده كله، يعني روافد تقول لك لا انت احتكار تبعك. هم كده بيعملوا كده علشان الناس تنجذب ليهم، واللي يكتب يودي لهم ينشروا برضه. صح صح. اصل مش اي حد هيبقى بالشروط دي. بادئين برضه. طب قولي لي ايه هي دور النشر اللي انت بتفكري او نفسك ان هم يمسكوا ليكي حاجه فبالتالي هتعمل معاكي صدى كويس؟ عصير الكتب طبعا. طبعا عصير الكتب دي من الحاجات اللي هو انت بتعملي سيرش على اي حاجه تلاقيها لازم تكون موجوده عصير عندهم. عصير الكتب عندها كميه قديمه جدا، عندها كميه. احمد مراد تقريبا معاهم برضه. احمد مراد في الشروق وفي عصير الكتب برضه. لا احمد مراد خلاص يعني اي حاجه. لا بس اصلا عصير الكتب فيها كل، يعني تقريبا كل الناس، يعني اهم الكتاب في عصير الكتب. وفيها كل انواع الروايات، الفانتازيا، الرومانسي، الساسبنس، كل الروايات عند عصير الكتب. الشروق، الشروق حلو قوي. الشروق بتهتم بالكتب اكتر من الروايات كمان. برضو دار المعارف، رغم ان دار المعارف ملهاش صيت، بس اسمها تقيل. بس دار المعارف قديمة. من زمان. ايوه. وفي حاجات زي الاهرام وتقريبا في الجرايد في كمان، في مؤسسات حاجات زي كده. زي بس اللي انا اتمنى قوي ان انا اكون معاهم وكده عصر الكتب. عصر الكتب بصراحه، عشان مش عشان بس تاريخهم، عشان خاطر الناس اللي عندهم. الصحفي اللي كان بيكلمك في معرض الكتاب، لا ده تبع روزا اليوسف. روزا اليوسف حلوه جدا برضو، اسم من زمان جدا. الاستاذ محمد خضير دوت، بس يمكن هي كانت الحاجه اللي هي بصلها ان انت تكوني اكتر بتدوري على الحاجه الشبابيه او الحاجه اللي هتقدر. هي طبعا حته عقد احتكار لمده 5 سنين دي اكيد مخلياكي يعني في حاجات كتير عايزه تعمليها. وهي ضغط عليكي. ما هو انا بقى فهي لما تلاقي فرصه تانية زي شبابنا خلاص اخوض فيها، وخصوصا ان هي مديني الحريه الكافيه. انا اعتبرت كارت الرحيل مش موجوده، اعتبرتها مش موجوده.
يعني بسبب ان هي محتكره لمده 5 سنين خلاص حطيتها على جنب، قلت خلاص انا مش هعتمد على قرارة الرحيل في حاجه، خلاص هي كيكه موجوده وبتلف في المعارض الدوليه وخليها براحتها. وهتكون موجوده برضو تقريبا في معرض القاهره. ان شاء الله تبقى موجوده في معرض القاهره السنه. تمام، بس هتكون صاله مختلفه عن الثانيه لان دي دار النشر. على حسب بقى توزيعهم. سبحان الله ممكن يكون صدفه يجوا الاثنين سوا، هيبقى حلو جدا ليك انت. بس بتهيألي مش يعني دايما روافد بتبقى مع عصير ومع دون وكده، وكتبنا بتبقى مع الشروق يعني في الغالب بيبقوا كده. فاتمنى الاثنين يكونوا يا رب مع بعض. قولي لي كمان انت بتكوني موجوده طول فتره معرض الكتاب ولا يوم ويوم لا؟ ممكن الايام اللي انت عامله حسابك ان انت هتوقعي فيها وباقي الايام مش متواجده. المعرض اللي فات اللي هو قبل السنه اللي فاتت اللي فات اللي قبله انا حضرت الايام كلها طبعا عشان كان لسه فيه خلاص بقى سسبنس ان هو نعمل كذا والدنيا كان في ناس جايه لي ما شاء الله. ده حضرتك من الناس اللي مشجعه جدا ودلوقتي موجوده معانا النهارده ما شاء الله. وقعدت في القاهره 10 ايام بس. وكان ليه بقى؟ لان كان جاي لي ناس من بره يعني. انا عملت دعايه كويسه على الفيس على جروبات الكتب وكده، فكان جاي ناس من ليبيا وبعدين قالوا لي احنا عايزين نبقى موجودين وانت هناك، فاضطريت ان انا اروح. وبعد كده برضو ليه ناس تانية عايزين يشوفوني يعني ماشي احنا هنروح بس تكوني موجوده. فبصي بقى اصلا اجواء معرض الكتاب حلوه قوي يعني لما تروحي كانك راح تفسحي. فعجبني قوي النظام، غير ان انا بقى اروح عشان الروايه وكده، فبقيت اروح بقى عشان احمل الكتب انا كمان اقراها، اشتري كل يوم حاجه جديده كده، ابشر الروايه بتاعتي برضو الواحد لازم يبشر حاجته. في حاجه كمان مهمه، انا المعرض اللي فات انا لما حضرته كان في كاتب هناك اسمه احمد الخليفه، طبعا كان عامل كتابين ما فيش بعد كده ما شاء الله. أيوة. هو كان بيعمل فيها النسخ فور فري للطلبه. الحاجات دي هل دي برضو بتكون متوفره تبع الكاتب ولا تبع دار النشر؟ تبع دار النشر. هي بتعمل كده في الاول علشان تنشر الموضوع عندها ان في كتاب نازل. بص هقول لحضرتك حاجه، في حاجات مدعومه يعني مثلا ممكن يكون في حاجه مدعومه من الحكومه، فدي بتبقى حاجه حلوه للطلاب، بتبقى تشجيع لهم للقرايه، فبيتحدوا الكاتب مع دار النشر مع ساعات الكاتب بيبقى متبرع بحقه في الكتابه عادي ما فيش مشكله، ساعات تكون دار النشر هي متبرعه بحاجه زي ديت وبتاخدها من الدوله، تبقى حسابات تانية. بس دي بتبقى في الغالب حاجات حكوميه خاصه بدور النشر، علاقات معينه كده بينهم وبين بعض. لكن الكتاب اللي زي حالتنا اصلا احنا ما فيش اي لينا اي عائد مادي، ويعني كمان ما ينفعش اصلا نطلب عائد مادي. كانت بتدفع صح. عايزه حضرتك بقى تقولي لي تتمني تشوفيها ايه الفتره الجايه، وهي كده بدات ان هي تحقق حاجه من احلامها ولا لسه شويه؟ اتمنى اشوفها طه حسين يا رب او نجيب محفوظ. ربنا يكرمها يا رب. اهم حاجه ان هي تكون اسم عملاق زي الاسماء دي. يلا عايزه اقول لك ان نورهان انت شرفتينا النهارده، وكان في كميه معلومات كتير قوي هتساعد الناس كمان اللي هي حابه تكتب ولسه خايفه، وخايفه ان هي تنزل في دور النشر، وخايفه ان هي تروح المعرض، حاجات كتير قوي. وان شاء الله طبعا، وتشجعيهم ان هم يعملوا كده، وان شاء الله نكون متواجدين معاكي في معرض الكتاب السنه دي ونقدر السنه الجايه بقى 2020. لا طبعا لازم كلنا نكون موجودين ونقدر نشوف الكتب بتاعتك، ويا رب تكون فيها حاجات احسن واحسن ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا النهارده. عايزه قبل ما اختم الحلقه افكركم ان احنا عندنا بكره حلقه من 6 ل 7 في برنامجكم كله تمام مع هاله والويشي، هنتكلم فيها عن الكريسماس، وهيكون كمان لاستقبال تليفوناتكم والمسجات بتاعتكم، وهنكون كلها طبعا ناس كتير بتغني فيها، وهنكون كلنا بنحتفل بالسنه الجديده. بس انا وحضراتكم بالف خير، ونتقابل على خير ان شاء الله.